ده مثال الاوتو كومبليت بالاجكس، نفس الكلام المثال بتاعنا اللي كان فيه داتا زي دي. هرجع هنا بنفس البروجكت، عايز لما اكتب اي حاجة زي بي مثلا يعمل اوتو كومبليت يظهر لي دول. يعني انا اقدر اختار مثلا دي خلاص ظهرت هي دي، يعني اجي مثلا اختار سي، اختار سي خلاص كده، اختار تي، الحاجات اللي فيها تي اهي HTML كده، اوتو كومبليت يكمل يخلي لي الكلمة، يعمل فلتر بقى على الكلام ده. يعني مثلا لو انا هكتب اتش تي بدأ هو يفلتر يجيب لي الكلمة على طول. ودي بتستخدم في حاجات كتير بنحتاجها، ان احنا بنسيرش بالاسم على اسم دواء او اسم اي حاجة، نيجي نكتب يبقى العملية في الادخال سهلة يعني. فبيعمل اوتو كومبليت بناء على داتابيس فيها الاصناف. يعني نشوف ده اتعمل ازاي في نفس الداتابيس بتاعت الاستيودنت دي، احنا ضفنا حبة حاجات، لكن نشوف الكود. الكود هو هو، وفي هنا فيو اسمه اندكس وان، حطيناه فيو بسيط جدا فيه طبعا ده موجود برضك بوتستراب جاهز، عشان كده لازم نستخدم البوتستراب. لو كتبنا اوتو كومبليت هيطلع يعني في السيرش وكده. ناخد الكود، خدنا هنا الكلاس اليو اي ويج ده، وادي الليبل وادي الانبوت الاي دي تاجز ده. هنعمل بقى في التاجز ده في الفانكشن ريدي الشورت كات بتاعها، في هنا اري اوف اري فاضي يعني في اوف فاريبل، في جيت هيجيب من الستودنت جيت ستودنت برضك نفس فكرة الاجكس نفس الكلام، و for each function i و item هيبدأ بقى available available tags دي dot push، هيعمل push للأري ده العناصر دي. هيعمل ايه بقى؟ جاب ال item dot student name زائد شرطة item student id، جابهم وحطهم في عمل لهم push. لو رحنا اللينك دي هنلاقي الكود المكتوب اللي احنا نسخناه، و طبعا نتأكد ان الجي كويري تكون ايه شغالة. هنلاقي النتيجة ان هو هنا راح جاب من جدول الستودنت وبدأ يحطهم الستودنت نيم والستودنت اي دي، وحط علامة ناقص بينهم. الفايل في الاوتو كومبليت في الجي كويري، وادي الكود اهو. احنا خدنا جزء ده، وخدنا الجزء ده حطناه جوه السكريبت، وشلنا الاري ده، استخدمنا بقى الاري ده لوحدي. وهنا ال هي دي اوتو كومبليت اللي بتشتغل، هي ادي الفانكشن بتاعت اوتو كومبليت، وده باين في الكود عندنا هنا اللي انا ما وضحتوش يعني. يبقى بعد ما ملينا الليسته دي، طبعا غير دي الكلمات اللي كانت في المثال زي ما شفنا، استخدمنا بقى دولار ساين، مسكنا الاي دي اللي هو تاجز اوتو كومبليت، السورس اللي ايه بقى السورس بتاعه الافاليبل تاج اللي هي اتملت خلاص، اتعملها بوش هنا، وقفلنا على كده. قفلنا ايه؟ قفلنا الفانكشن دي، يعني دي اتحطت بعد الاجكس.